معنا الأخت زهرة من مدينة الدار البيضاء. ألو، السلام عليكم وليدي. مرحبا بك لاله زهرة، السلام عليكم. كيداير لاباس عليك وليدي؟ والله العظيم لدي ما كنتسمط هذا البرنامج ولدي، حق الله العظيم. مرحبا بك لاله. شحال العمر ديالك لاله زهرة؟ 50 عام. 50 سنة. 50 سنة وليدي في العمر ديالي. نعم لاله زهرة، شنو بغيتي تعاودي لنا في هذا الليل؟ الحمد لله ولدي، بغيت نعاود مشاكل هي مرضاتني، ماشي هي مرضاتني انا، ولي ديما مريضة والله العظيم وليدي. اش نقول لك ولدي، انا عندي 50 عام في العمر ديالي. اياه. وكبرت، ما كبرونيش والديا، فهمتي، كبراتني غير جدة. انا ملي حليت عينيا عطاوني والديا، عطاوني جدايا هي اللي كبراتني، حيتاش الاب ديالي وليدي كان كيسكر وكان كيضرب الام ديالي انا. كان كيضربها بزاف، وهي مسكينه الام ديما كيبقى قلبها حنين. ما كانش كيديها فينا، ما كانش كيتسوقنا، الله يغفر لينا ولي. المهم انا ملي رباتني جده وداك الشيء وحليت عيني، حليت عيني في جده كتشوف شوافه. شوافه داك الساعه يكون في عمري 12 عام، كنقرا في الرابع. ملي شتها بحال هكاك وليت انا المراه اللي جات، وليت كنجري ليها عليها. ما بقيتش كنخلي دوك العيالات اللي كيجوا عندها كنحبسهم. واحد النهار هي قالوا ليها راه الزهره كتحبس العيالات، راه حنا شناها. وهي تعطيني العقوبه، ولات كتعطيني العصا، ولات كتدخلني لواحد البيت كتسد عليا كتعطيني العصا. المهم هي هذيك ولدي، داك النهار قالت لي انا الا جيت وما لقيتكش مطيبه الحريره غادي نقتلك بالعصا. هادشي كان في العمر ديالك شحال؟ شحال كان في العمر ديالك؟ شحال كان في العمر ديالك؟ كان في العمر ديالي 12. كملي ليا. طيب ديك الحريره صوبتها دايره واحد الكريسي وطالعه فيك ديك البوطاجيه ديال العود، وانا ما قادرش نطلع، وكندور ديك الحريره وديك البوطه الصغيره، وهي تقلب عليا ديك الفرمه، تقلبات عليا من الفوق حتى لتحت، حرقت كامله، سلك الا الوجه ديالي هو اللي سلك. ملي جات كملات عليا هي بالعصا. قلت لها انت رحميني، شوفي حاله ديالي، راه اللحم ديالي كاع منبل، كل شيء مسندها هكا طالعين باين. بقات تشوف فيا، داتني للسبيطار، لووا عليا فاصمه كامله وجابتني. ملي لووا عليا الفاصمه كله الا الوجه ديالي اللي سلك، لوات عليا الفاصمه كلها. واحد اليومين وليدي ولاو رجليا زراق، وصافي وزراقيت، وليت كنلحق. شافتني واحد خالتي، هذيك خالتي غير من امي، ماشي من بوصة. من جدها، من جده، ماشي من جدي. هي تحيد ديك الفاصمه، وهي بقات تحيدها عليا بحالك، بشوي بشوي كتهزها بالجلده ديالها. كيما كتقلع ديك الفاصمه كتقلعها بالجلده ديالها. حيدتها عليا كامله، وبدات تدير لي في داك اتاي، تدردر عليا في اتاي، ودوك الشقوف ديال بوزروك كدقهم كطحنهم مزيان. بديت نشف شويه وانا ثاني نسخف، داوني للسبيطار. قالت لها المراه هذه، قالت لها هذيك الدكتوره باقي معقل عليها، قالت لها هذه لا بغيتو تهناو منها، راه مسكينه صافي سالات القلب ديالها، راه هي سالات مسكينه، الحراره طلعت لها القلب الدريه هذه. وفي نفس المشكل حيت الحلاقه، لان الحراره طلعت لي. بقيت وليدي بحال هكاك كتصور شنو وقع لي. اقسم لك بالله العظيم وانا باقا كنعقل، الا ولا الجمل نهود لي من راسي. ما دافي تش واحد، تش واحد ما تسوقني. ديك خالتي كتجي تطلع عليا شده من لاهيه مع العيالات. جات هذيك خالتي وانا نبكي تنطلع في عينيا بحال هكا، وقلت لها عافاك خالتي قلبي راسي راه كاني. هي اللي تشد واحد السيزوار وقرعات لي الشعر ديالي، وحزناتو لي بالزيت. خرجت كنت نقرا داك الساعه، انا داك الساعه كنت نقرا في الرابع، خرجت من المدرسه 8 شهور وانا طارحه في الفراش. ثمانية شهور وليدي الماما عرفتي شنو حالتي، وليت كالعود. بقيت هي هذيك، ونجاني الله سبحانه وتعالى من الموت. بقيت كنطلب الله سبحانه وتعالى وكنقول يا ربي يا ربي. خرجت وليدي، انا داك الساعه كنت في مدينة تاسلي. فين كنتي؟ انا كنا داك الساعه كنت نسكن في مدينة تاسلي. انا ماشي بنت اسلي، انا من ايت بعمران، غير الوالده امي اللي من اسلي. نعم. بقيت ساكنه، بقيت بحال هكا. خرجت كنخدم في الوزينات، كنخدم في الفابريكات هنا وهنا، كنتلاوح. شحال كان في العمر ديالك ديك الساعه؟ شحال كان في العمر ديالك؟ ذاك الساعه في العمر ديالي جايه 13 عام. كانوا كنهزوا ديك القريه، كنفرقوا اللاطه على العيالات، كيدخلوا دوك الدريه الصغار هذه. المهم انا بقيت غاليه بحال هكاك، ارتاحيت.
الحمد لله قلت اللهم بحالك ارتاحيت باش ما نشوفش انا داك ما بقيتيش عايشه مع جداتك ديك الساعه لا وليت كنجي عند كنجي بالليل كيدينا الكاميو كيجيبنا الكاميو صافي من جيت عمرك 13 عام انا 13 عام انا التزم درت حجاب كنمشي للمسجد صافي صلاه والدين كنهز القران كنطلب ديما من الله حيتاش الله سبحانه وتعالى ما نقولش لك وليدي نعم هي هذيك ولدي تلاقيت وصلت عندي وكنت شي 18 عام تلاقيت يا هذه ولدي قلت للناس هذا انا اللي ولد مع هذا الوليد تلاقيت معاه قال لي انا كنقول يا ربي جيني اللي جاني المهم انا غنستر راسي صافي انا عييت نستر راسي تشوشت فيه جا مع الوالد كاتب معايا داكشي ما درنا حتى شي حاجه دار الكاظم داكشي اللي هربت منه انا طحت فيه والوالد ديالك بلاتي الوالد ديالك قبل في هذاك الوقت قبل ما تزوجي كان كيجي كيطلع لك كيشوفك لا 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 كان داير واحد الموطور صايمص وكان كيبركع على السكره وعلى انا كلمه الحق نقولها وليدي ماشي ما كان يعرفك الله يرحمه برحمه الله كلشي راه مات نعم كلشي راه في دار كلشي راه في دار الحق وليدي اييه كلشي راه في دار الحق نعم كان خلاه كلشي تعلق من كراعه ولدي كلشي راه في دار الحق المهم هي هذيك ولدي بقيت كنعاني جابني الراجل ملي جابني جابني العربية جابني البلاد ما داكشي انا قلت اللي هربت منه طحت فيه صافي قاومت وصبرت اي حاجة كيقولوا لي ديري اشقاي خرجي للخلا ديري هادي ديري هادي ديري هادي كندير كلشي ولدي نعم كان عرفتي كتصور رمضان الصيمة وليدي وانا كيحطوا لي انا هما كيفطروا انا عازين لي الفطور ديالي بحال شي خدامه فهمتي ولا لا شكون هما هادو العائله ديالك هذه ديال راجلي هذه العائله دراجلي ديال راجلي عائله راجلي المهم ما مسوقينيش فهمتي ولا لا حيتاش برانيه عليهم وانا راه وليت منهم هما اللي كتشوفني كنهز القران وكنسالي وكنهز القران هذه كتبدا تعير شكون هي هذه شكون اللي كتبدا تعير عدوستي حماتي نعم هي هذه كولدي بقيت وكاك صابرة من اللي جا كنت نشوف ولد الناس عام وانا بارك دابا مع والديك دابا راه شوف نمشي معاك للبحر نطيح معاك فيه المهم انا ما نبقاش هنا هزني ولدي داني جابني للدار بيضا هو كان كبير عليك هو بزاف كان كبير عليك ولا كان قدك ولا شنو لا هو كبير عليا هو فايتني ب 20 عام الوقت اللي تزوج شكرا ب 20 عام فايتني ب 20 سنة انت كانت عندك 18 و 38 هو كبير بزاف عليا نعم المهم ولدي جابني ملي جابني العربية هذه البراك اللي دابا انا ساكنة فيها جابني والله وليدي ملي كنت تكا بحال هكا كنت تكا وقع القسطيرة ما كنعرفش في راسي فين داركة حيتاش انا قلت لي ديني لأي بلاصة جابني ماشي ما جابنيش بقيت ولدت ثلاثة الوليدات في ديك البراكة ملي ولدت دوك الوليدات ثلاثة داك النهار ياك خويا وصبرت المعيار صابره الحصى صابره الجوع صابره القهره كنقول على حق وليداتي ما كاين باس مره يخدم مره ما يخدمش كيخدم هو بنيه وداك النهار ياك هو يقول لي شتي شتي انا راه حتى شي واحد ما غادي يصبر مع والديا الا انت قلت له علاش قال لي الوالد مريض بزاف قلت له كاينين عيالات خوتي كاين كذا قال لي لا غادي نمشي معايا انت تمشي تعيشي مع والديك بغيتي ما بغيتيش الله يعاونك هي هذيك ولدي هزيت دوك الوليدات بثلاثه واحد البنيه كانت كتقرا في تحضيري والوليد باقي ما كيقراش والدري ليا باقا تربيه مشيت العربيه مشيت معاه بقيت ولدي هذيك مقابله داك السيد حتى مات الله يرحمه تا هو الاب ديال الزوج ديالك هذا شيخي انا شيخك هي بقيت انا وعدوستي بقينا بحثنا نعم قلت لي يا ولد ولدنا صافي نمشو كليفة غنمشو ما يمكنش انا مرا تا واحد ما غيشد في خوتي تا واحد ما غيقبل عليها بغيت تبركي بنت الناس بركي بغيت تمشي الله يعاوننا يعاوني قلت لي كيفاش الله يعاوننا يعاوني قال لي لا انا امي ما تمشي عند واحد انا نمشي نخدم في الدار البيضاء ونجي عندكم هنا من شهر شهر نعم صافي وليدي بركت ريحت هي هذيك ريحت وليدي بقيت مع الام ديالو كتعايرني كتضرب الدراري قدامي صغارين كنسكت كنقول هذوك راه ولاد ولدها خليها هي هذيك
واحد النهار مشيت للبير كنسكي، اقسم لك بالله كنبقى نجبد 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 من داك البير، كنخاف ديك البوليس يهدو علينا. اللي جيت ولدي لقيت وليدات مرميين على برا وشاد عليهم، وانا نعيط على سيارة وسيارة، انا كنمشي انا وهذ الوليدات انت خرجتيني على برا، ما جاوبتني ما كلمتني، قالت لي انا ما عرضتش عليكم وما قلت لكمش جو عندي، انا باغا نبقى بوحدي، ما قد على صداع ما قد على غوت العين. عرفتي شنو درت وليد؟ عرفتي شنو درت؟ نعم. شديت بياضه وحفرتها، ديك بياضه ديك ديال الارض حفرتها، وجيت نطفي جبت الموعجن ديك بياضه ديال رجلي وقام الصحة، وشديت ديك البيت كامل خرجت على برا لواحد البيت منه المقبره منه الخلا، ومن جواه موسيقى ربي والخلا، وشديت وداك البيت شنو فيه حاشو جبعه لهم واحد الحماره هي اللي كاينه، وشديت هذاك الزبيب لبطو كامل في البياضه من الجناب باش ما تخش ليا العقرب ولا شي حناش ولا شي حاجه تعط لي وليداتي. وجبت الخناشي وليدي تو دوك تو الشمرتيل دوك تو الخيط كنقلب عليهم في الدرك، جبتهم ودرت مخيط وخيطتهم ودرتهم شكل الحافه، وشديت باله ديال الثمن قطعته ودرت فيها هذيك هذيك الخنشو وخيطتها ودرتها في البيت في هذاك الكهف عريش، وفرشت هذيك ونعرفت دوك الوليدات هذيك ثلاثه، وفتشت على الكابيه وربي شاهد عليا، وشعلت الشميعه وحاضي العقرب اللي تعض لي ولادي كان الشوم كيطردك، وشعل الكيباتي وشاد هذيك الشميعه وحاضي اللي تعض لي ولادي العقرب، كان اش كنقول؟ كنقول انا راه العقرب كتبيت كل ثلاثة تاع الليل هذا كتبيت، انا غنبقى حاضي العقرب ولا يدخل شي حنيش ولا واجي. ومع الصباح ملي كنوض ملي كان بحال كنطيح كنكمع كنمشي ندير قرايه ريسه، وكندلع قرايه ميسات وكنحكم لوليداتي، وكنعجن خبيصه ديال الدرع على الصرع فيها غير الضرب حدا صور الضرب حدي والشاير كميشه، ما عندي لا طحين لا والو، وكنطيبها في الفراح وكنعطيها لدوك الوليدات، كنسكت لهم الشوكه وكنقليهم قرايه ميسات وكنعطيهم ليهم. الماضي ديالي انا صعيب، انا اللي انا كنختصر لك القصه اللي عاودت ليك راه نهار. مرحبا بك الزهره، مرحبا بك، مرحبا بك. نهار وما نساليش وليدي. المهم ملي جا من الدار بيضا طلع لي قال لي عليكم يا بنات ديال الكلاب، شافني في ذاك العريش ما دويت معاه ما كلمته وين شي عدم، ما لقيت حاجه ما كاينه ما دايره والو ما كاين والو، هو يجي برك قابل ولادي وبرك بقى يشوف فيهم بحالك، مشى للحانوت حط لي البليزه ديال جوج لتر تاع الزيت وخنيشة الطحين غتوكل مولدي شهر ما غتوكلهمش شهر، اش كندير انا؟ كنفتل ديك الحمراء وكنلمها، فهمتي كنلمها كنفورها للدراري على الخبيزه ملي كتكون الخبيزه كنفورها عليها، وكنشد الحطب والعويدات وكنجمعهم وكنحفر لهم في الارض وكنبليطهم ونغطيهم بالنيكه، ملي تجي الشتا كنجبد دوك العويدات كنطيب بهم سخان، ما عندي لا بوطه لا والو، مره واكلين مره وما واكلينش. وملي كيجي عندي في الشهر كنقول لي جيب لي الفانيده فلان، جيب لي الكينه باش نحبس الاولاد، كيعطيني قتله العصا وكيمشي وما كيجيبش لي الفانيده. ولدي كصدق عرفتي شحال صدقت؟ اقسم لك بالله دابا جوج وليدات والدهم بوحدي، قلت يا ربي تفكيتي لي هوديه ونصرانيه، انا مثل ما بني لي قحرني. شحال عندك دابا ديال الوليدات؟ دابا شحال عندك الوليدات؟ عندي 8 في الوليدات شتي علاش؟ 8 8 والكبير اللي عنده 20 عام شدوا ليا في الحبس. واخا غير كملي لنا غادي نرجعوا لهذ القضيه هذه. ها المهم ولدي بقيت ولدي كنعاني بحال كيف ديما 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 12 عام وانا في هذاك العريش 12 سنه، لا من يطلع عليك لا من يواسيك لا من يحن فيك، عليا الضغط عليا الضغط، ما كنعرفش لا فين نخرج لا فين ندخل. كنقول لي قلت لي شوف انا راني ما باغا حتى حاجه من هاد الدنيا، انا باغا نقري غير دوك الوليدات، انا بغيت نقريهم. ولدت الاول ملي مشيت بثلاثه دوك الوليدات الاخرين جوج وليدات ولدتهم بواحد المولد ما معايا حتى شي حد. وكانت شتا وكان البرد. وهادشي كنتي قريبه للام ديالو ياك؟ اقرب
قريبه الام ديالو بزاف. الام ديالو هذا واحد الوليد انا ملي ولدته هي جات هي جات للدار بيضاء جات قالت لك حقه ما حقه عندها المراره غادي تفتح عليها بالفعل. جات فتحت على المراره المره الاخرى تقول صافي كتخرجي يا كتقول كتبوش الدراري عادي يا صافي هي باغا الطيقار كي دايره لاباس بحال جارتي فهمتي ماشي بحال عدوستي. حتى انا موقره حتى انا موقره ولو ما كانت تقول ما كانت تقول لولدها والو على هذا الشيء اللي داير مخليكم عايشين في هذيك الظروف القاسيه تقول هي من النهار الاول انا ما كانتش باغاني ولكن انوريك دابا اشنو المشكل في اشنو غادي نقول لك كيف كيف كيفاش المصير غادي يوقع. قايت هي ديك قايت هي ديك وليدي صابره داك النهار جات ويقول لي جا كيحرش برجلو قلت له مالك قال لي الاجاب قريب قلت له مالك كيفاش قال لي راني قال لي كنحس بشي حاجه في ظهري كتنمل عليا اكتشفت شي ذهب النص ديالي كله كيتنمل عليا هادشي وقتاش هادشي وقتاش هادشي دابا هادشي دابا شي وليدي دابا جاي لشي ربع سنين وقعك هادشي اللي باش هو دار العمليه باش هو باش دابا دار العمليه دابا 3 سنين باش دار العمليه كنتو مازالين في نفس البلاصه هادشي قديم هادشي باش كيقول لي راه كيتنمل عليه في العين كيدير قلت لي اش كاين نمشيو نرجع للدار بعيدا عندك البراكه نريحو فيها ونخرج نخدم ونعاونك وكذا وكذا قال لي لا شويه مشى عاوتاني عاود جا عاود تنوى مع الحال قال لي شي سكين انا غنجمع وليداتي وغنمشي انا غضبني النقل وغلطني هذه الدراري كانوا كيقراو بين الدرهم مع المدرسه بعيده داك النقل وكان مغيش والطريق خايبه ورقع عارف العربيه هي هذيك هزين الدراري قال لي قلت لي شوف امك في محش تغير تعيش معايا هي لا لاحقني انا ما غنلوحش قال لي اش قلتي قلت لك اه أمك في نمشي تمشي معايا هي تاش فوق راسي في نمشي قلت لي غنديها معايا بالفعل وليدي جات عاشت معانا جينا بديك البريريكا ملي جا ولدي طاح صافي عاد كيغوت عاد كيشرب بوليزه ديال الماء كيشدو الضو كيضربو مرفيه فياتيك سينا ديتو لعند واحد الطبيب دارو ليا في البرنوسي مزيان ملي مشيت عندو قلبو داكشي خرج لي شي دوا قال لي هاد الراجل قال لي راه هذاك السنسول ديال ظهرو كامل رشا دوك الكراوش ديال ظهرو رشاو راه ولو غادي يشرب هذا الدواء وهادشي راه لابد من العمل. وهو اش كان يدير؟ كان هو كان مدمن كان بنا كان غير يبني ما كانش يدير داكشي داك ما كانش يدير المخدرات ولا كذا لا كان بناي كان كيهز قلق بزاف هي هذيك ولدي مشيت انايا شرب داك الفانيد وداك الشيء ما كيدير ليه والو مشيت خرجت كنخدم البنيه داك الساعه بقى عندي الله شهر صغيوره البنيه الاخرى اللي ولات اللي مريضه ليا دابا خرجت للبيوت كنخدم للديور هنا وهنا 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 صافي داك النهار جيت لقيتو كامل زرق هزيتو مشيت درت ورقة الاحتياج مشيت طلبت المقدم ومشيت ديتو لابن رشد شوف بلا السميات ديال المستشفيات وداك الشيء بلا ما ربما يقدر هو يكون ما بغاكش تعاودي ولا شي حاجه من باش ما نخرجو حتى واحد فهمتيني دار العمليه على العمود الفقري على السنسول ديال الظهر ديالو ويعيط عليا الطبيب قال لي اجنتي هي المراه ديالو قلت لي اه قال لي هذا السيد لابد تهناو منه قولوا ليه السطل تاع الماء وراني هكاك الكاس ديال الكراوش محيده من السنسول ديال الظهر ديالو قال لي هذا السيد ما بقاش يخدم بصفه نهائيا صافي دار العمليه على العمود الفقري جيت ولدي كنطلب الله سبحانه وتعالى تعالى وكنقول يا ربي تجاوز عليا يا سيدي ربي ويا ربي تعاوني على هاد الوليدات ويا ربي تقدرني عليهم يا سيدي ربي جيت ولدي لهاديك جبتو ملي خرجتو من السبيطار جبتو تندير ليه المسانه تحت رجليه بقيت شحال وانا مقابلاه خرجتاني ما عنديش خرجتاني درت الدريريه في ظهري وخرجت كنخدم. وهاديك الساعه شحال كان عندك الاولاد؟ عندي 8 الوليدات هي الاخرى هي الكامله وليدات البنيه هي الاخرى هي؟ هي الاخرى كنخدم داك الناريات شربت لي ليسانس شربت لي الدولي في الكراج عند الناس اللي خدام عندهم
انا كنخدم هنا وهنا، ملي كان طلعت كنمسح الجاج هي كما هبطها من ظهري، الدريه هزت القرعه ديال الليسانس وشربات، ما عرفت واش تشبه ليها، ما بقى صغيره يلا كي ولات تمشي. ملي جيت لقيت الدريه كتمرغ ليا، وانا نهزها ديتها تنشري لبن ورشد. دوك الناس قالوا لي احنا ما قلناش لك جيبي معاك الطفله تحملي مسؤوليتها، ولا دطري عليك ولدي، قالت لي غتخرجي عليا غتفرقيني على هذا، حتى سبتها لله سبحانه وتعالى، قلت لها ما تخافي والو. جا واحد الطبيب، جا واحد الطبيب يمكن من الرباط غسلها مصارنها وداك الشيء، والله العظيم وليدي 20 يوم وهي في الانعاش كيديروا لها الاكسجين، والعوينات ديالها ما بقاش كتشوف بهم، كي صبحو مسدودين صافي. جبتها للدار دار لها داك الدولي، دار لها بقات واحد العام وكاك، ملي بقات واحد العام تحسنات ولات بخير، متبعه لها الدواء وداك الشيء. داك النهار هي الثاني تخنقت ليا وانا نديها، قالت لي الدريه عندها نطاش في الصدر ديالها، شاربه شي ماده ومؤطر عليها. بقيت نتبع عليها، كناخذ لها دابا كل 15 يوم كناخذ لها ديما 6000 ريال ديال الدواء، هذه دائما كناخذ عليها. الحمد لله كان اش كنقول لك ولدي، كنعاني اقسم لك بالله دابا كنعاني مع هاد الوليدات اكثر المعاناه. ما عمرني غضبت، ما عمرني مشيت شي بلاصه، ما عمرني تشديت على شي حد، غادي كنت مغاديه ولكن ما غاديش ناجا اللي واقف على عقل غايب. كنرجع على عز وجل، كنرجع على باب الله كندق عليه، الوليد كبر في داك العصا كان يشوف الاب ديالو كان يضربني، كان هذا كان ذاك، دخلتو للتكوين كيقرا، خرج ليا من التاسعة دخلتو للتكوين كيقرا، بارك هو وصحابو ولا شي دراري عاد الحيط، جاو البوليس قلبوهم لقاو عندهم الفانيد، هو ما عندوش هادشي اللي كيقول، قال لك لقاو عند الدراري تا هو جمعوه الدو. دابا جاي الخمسة شهور باقي ما حكموش عليهم كاع، كيطلع وكيهبط عندو 20 عام في عمرو. قالوا ولدي كنسمعك يا الزهر، انا كنسمعك. دابا كان انا والله العظيم ما كندخل للدار، دابا ملي كندخل ديك الدره كشتي هاد العاصفه اللي جات ديال الشتاء والبرد، هاد العاصفه هادي هاد الشتاء والبرد الى هزات ليا كلشي، كنعيش معاناة الفقر، ولكن كنقول يا ربي تجاوز عليا، حمدت الله وشكرته. كنشوف في هذاك الراجل اللي هو مريض راه شحال عاودت لك عليه وشحال تعذبت وشحال وشحال، ولكن انا كنقول للعيالات اللي كيسمعوني دابا، ولو يدير لك الراجل اللي ده لك ما عمرك تحس فيه العين، حيتاش انا وليت دابا، انا دابا ما بقيتش قد نخدم، انا 50 عام في عمري عاودت لك شحال تعذبت دابا، ولات تركض عليا يدي تقوت المشاكل. كنشوف في ديك البنيه اللي مريضه، كنشوف في هو مريض، كنشوف في حماتي عندها 90 سنه شاده عندي، كنشوف في ديك الوليدات عندي البنيه دابا كتقرا في الجامعه، واحده في الباك، واحد في التاسعة، واحد في الرابع، واحد في الخامس، كنغامر باش نقري ديك الوليدات. كاين بعض المرات كنبقى بالجوع باش كنمشي نشري المكتوبة قدام، ما نقولش لشي واحد. لا ولدي راه كنخطا صرا، ما نعاودش كلشي. كنسمعك يا الزهر، باش تدوك البنيات ما نحرجهمش. ايه تمام. البنيات ما يتألموش، لأني ولدي ما باش نقول لك هذا ابتلاء من عند الله، واللي كيبغي الله كيبتلي. نعم. هالدنيا دار ابتلاء ولدي. أنا كنقول حمد الله وشكرته. الحمد لله والشكر لله، عندي دابا 5 البنات وثلاثة الأولاد. كلهم كيقراو. كلهم كيقراو من غير الوليد ياك.
كل شيء كيقرا، كل شيء كل شيء كل شيء، فيش واحد ما كيدخل لي 4 دريال. انا كان ضيعه، كان خدت بي 100 درهم ما كدير لي والو. وليدي عرفت كتصور لي انا دابا 4 ايام ولا ما عرفتش 5 ايام ما خدمتش، كنشوف كنبقى كنشوف كندخل للدار ما كنضحك في وجهه ما كيتشبه لي كنبدا نعاير ولا لا لا. راه المشي كتهز ولادها بسنانه. هذا انا ام ما عرفتش انا كنقول يا ربي ما عرفتش الخير في من. انا ديما ضحكتي في وجههم ديما. لا زهره، هادشي كاع اللي عاودتي لنا هاد المراحل كلها، العائله ديالك غايبه من حياتك؟ واش ما كنتيش علاقتك معاهم مزيانه؟ ما كيجيوش؟ ما كيسولوش فيك؟ ما عندي واحد الخالي. وليداتك عارفين عائلتهم؟ عارفين العائله ديالهم، عارفين جداهم، عارفين جدهم، عارفين كل شيء، عارفينه. ولكن ولدي ناسينهم، فهمتي؟ بحال ما كاينينش. انا نقول لك الحقيقه، واش انا محنو في دابا؟ انا الراجل كيشوفو فيه مريض وطايح وشاب الارض، محنت فيه العائله ديالو. هو عاد عائلتي انا، ما كاينش اللي كيتسوق لي. انا ما كنقولش ليهم، ما كندقش على بيبانهم، ما كنمشيش عندهم. واش اللي عارفك بحال اللي ما عارفكش ولدي؟ نعم. لا راه عارفين الحاله ديالي، راه عارفيني محتاجه، راه عارفيني بحاجه في الماسه، راه عارفين الفقر، راه عارفين. اقسم لك بالله انا المانطات كيصبحوا فيها زكين في ديك الشتا اللي فات. نعم. وكنعاود نشرب المانط كيصبحوا فيها زكين. نعم. المانط كيصبحوا فيها زكين، وكنعاود نشروحهم شويه وكيتغطاو بهم. نعم. راه عارفين الفقر اللي كنعيش فيه، راه عارفينه كيشوفوا فيا. عاد نمشي نقول لهم انا عطوني، راني ما عنديش. لا ماشي، شوف ماشي كاع غير عطوني، على الاقل غيري ماشي ضروري المعاونه. المعاونه ماشي فيها غير الفلوس وفيها المعطاء وفيها غير بعض المرات بنادم يحس بيك باللي كاين معاك، يحسك باللي راه موجود. دابا انا يا عدوتي معايا، ياك ام راجلي معايا انا، وعاودت لك شحال لا جا عندها بناتها، عندها جوج بنات، الا جاو كيطلوا عليها بحال كيدير امي لاباس باش يجيبوا لها شي حاجه في يديهم، ما كيجيبوش ليها. ربي شاهد عليا ولدي. نعم لاله زهر. نعم. ما كيجيبوا لها حتى حاجه. هي دابا كطلع عينيها بحال داك بريئه، عاد تتبان لي كتبقى فيا. والله وليدي بعد مرات كنقلعها وكنجيب لها شي حاجه وكتفرح بيها. نعم. كنقول انا يا ربي وليداتي يديروا لي بحالك. نعم. كل ما سبحانه وتعالى كيخلطوا كل هدية في الله، كيجوا عندها كيشوفوا فيها وما كيقولوش لها واش خاصك ولا اش بغيتي ولا هادي والو. انت كي تنقولوا لك ما نمشيش، قلت انا ملي كنمشي عندهم كيديروا كينوضوا الصداع، كيقابلوها قدام بحال انا قلت لك ما باغينيش. وانت ما قابلتيش الاساءة بالاساءة؟ هذا هو الزوين لاله زهرة، هذا هو. الحمد لله. اللهم لك الحمد. انا راه ام، فهمتي؟ انا راه امي مولدي، راه امي ما كل شيء كيتعود، حتى الام ما عمرها تعود. نقول لك شتي، الام ما عمرها تعود اي حاجه تجي، ولكن الامي ما عمرها تعود ولدي. نعم. انا راني حاسه بيها، راني كنشوف فيها، ولكن انا راه حاسه بيها، واخا كنشوف وهي تاهي صابره مسكينه. الحمد لله ولدي. انا كنطلب من الناس اللي كيسمعوني دابا، لا خارج المغرب ولا داخل المغرب، المهم انا الرساله ديالي وصلت. نعم لاله زهر. نعم. الرساله ديالي واصلت ولدي، وسمعوني. يا ربي تعطيك ما تمنيت. وانا لاله زهر اللي الله يعطيك الخير، بارك الله فيك. انا لاله زهر اللي بغيت نقول لك هو العزاء ديالك في هذا الشيء كله لاله زهر هما الوليدات ديالك، هذه المساله الاولى. ياك. وهذاك الوليد ان شاء الله نسمعوا عليه الخير، حيت حتى شي واحد في الدنيا ما سالم من الخطا. فهمتيني؟ من الخطا، حيت وليدي واحد الكلمه نقولها ليه. نعم. انت مول العقل. نعم. وليدي للسجن، شتي السجن. نعم. السجن يكون عندك سجين، يكون عندك واحد مريض في الدار. نعم. ويكون المعاناه، يكون هذا راه حاله خايبه ولدي. نعم لاله، باينه المساله. راه حاله خايبه. نعم. راه شنو نقول لك، راه حاله خايبه ولدي.
راه كيبكي عليا والله العظيم. دابا راه لامي اللي كتحرق على الكبد ديالها، دابا راه ربما جاي حتى انا بغيت نمشي نشوف، كيعيط عليا بحال كيقول يا ماما راني ما داير والو ماما. نعم قولي وليدي، نقول لي طلب الله، فهمتي انا اش تنقول لك؟ نقول لي طلب، هز عينك لله. نعم اكيد اكيد ان شاء الله لاله زهراء، هاد التجربه غتكون ليها درس غي ان شاء الله. وانت هادشي اللي تحاولي انك هادشي اللي تحاولي ديريه هو ان شاء الله وليدي، وكنطلب من الناس اللي كيسمعوني دابا يساعدوني، وقفوا معايا يساندوني، راني انا راه ربي اللي مطالع بيا، انا ما عاوز همي وعاوز كنعيش معاناه وليدي. نعم لاله زهراء، كنعيش معاناه كبيره مع وليداتي الناس، انا راه ضربت فيا العظم كما كيقولوا، دخلت لي الشين ضل العظم، هذا هضرت في الاذاعه ماشي انا طويت نهضر. نعم لاله، مرحبا بك. ربي اللي مطالع بيا ولدي، ربي سبحانه وتعالى هو اللي كيشوف وشاهد عليا. مرحبا بك لاله زهراء، ظرف طيب ولدي، مرحبا بك تهضري معنا في الوقت اللي تبغي لاله زهراء، وحنا نسمعوا ليك وناخذوا بيدك ان شاء الله ونولي ونسمع لك غير الخير. ولكن اللي نبغي نقول لك على زهراء هو انك ما تنقصيش من ذاتك، بالعكس انت نموذج للمراه المثاليه اللي ربما، وحنا راكي كتبعي معنا البرنامج، كيعيطوا لنا بزاف ديال الناس كيقولوا لينا انا وقع لي واحد سوء تفاهم بسيط، غير راجلي ولا الزوجه ديالي غوتت عليا ولا غوت عليا، او لا وقعت شي حاجه اللي بسيطه جدا، والناس كتفكر في انها تسمح في وليداتها وكذا. ولكن انت يا لاله زهراء ما بالعكس، لا ما ما رغم الظروف، رغم داكشي اللي كبرتي فيه، قلت لك المشه كتعز ولادها بسنانها ياك ولا لا؟ نعم لاله زهراء، انا ما عمرني قلت لك، وكنقولها كنقول وكندخل للدار قلت لكم ما كنغوبش فيه، بدي ما ضحكه في وجهها، ما انا راه ربي اللي مطالع بيا. نعم لاله زهراء، الله بعد مرات ما كندخل والو وجايبه جيا والو، بعد مرات كندير لي مخبي زواتي، بعد مرات كنلبق شي مع شي، وشتي شحال حارب في الاول معاهم، وكنقول الله اعلم الله اعلم الله اعلم من هنا لقدام الله اعلم. اكيد لاله زهراء ان شاء الله غيكون قادر على كل شيء، تمام غيكون العزاء ديالك في الوليدات ديالك ان شاء الله يعوضوا لك هذاك الشيء اللي هاد الكفاح وهاد التضحيات وهاد شنو نسميه الصمود ديالك لاله زهراء في الحقيقه، صمود. ونتمنى الشباب ديال اليوم يكونوا يسمعوا هاد التجربه ديالك لاله زهراء، لانه شوف ما تشوفيش في هاد التجربه ديالك، فعلا كاينين مشاكل، كاين بزاف، كاين معاناه كاين، ولكن ديما شوفي فيك لاله زهراء باللي انت نموذج لواحد الانسانه اللي قويه، واللي ما سمحاتش الظروف والقساوه ديال الحياه انها هي تحكم فيها، بالعكس انت دبرتي الظروف ديالك وعرفتي كيفاش تخرجي منها، وانك كتبقاي جامعه وليداتك. نتمنى ان التجربه ديالك تكون رساله للشباب لاله زهراء. داكشي اللي كاين ولدي، راه دابا الشابات تاع اليوم راه حاجه بسيطه تي. نعم لا راه الصبر هو كل شيء ولدي، الصبر هو كل شيء، الانسان يصبر ولدي، يصبر للزينه ويصبر للخيبه ويصبر. الحمد لله ولدي، اللهم لك الحمد، الحمد لله ولدي، اللهم لك الحمد، الله يخلي لك وليداتك، اللهم امين لاله زهراء، صليت نتاعى معاك ولدي، الله يعطيك الخير، بارك الله فيك، بارك الله فيك لاله زهراء، صليت نتاعى معاك، بارك الله فيك، وشكرا لك لانك تقتي في البرنامج وبغيتي تواصلي معنا. وانا ديما كنقول لك لاله زهراء حنا راه الاشاره، وان شاء الله نسمع لك الخير والعزاء ديالك في الوليدات ديالك ان شاء الله. ان شاء الله ولدي، ان شاء الله. شكرا لك لاله زهراء، وشكرا على هذا الوفاء ديالك لاله، شكرا بزاف، الله يعطيك الصحه، الله يعاونك لاله، بارك الله فيك، شكرا.